بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أحبتي في الله، سؤال حقيقة وردني أكثر من مرة على بعض الفيديوهات التي نتحدث فيها عن ما بعد الموت، عن الأهوال التي سيراها الكافر والغافل عن ذكر الله منذ لحظة الموت وأثناء الموت وما بعد الموت. أسئلة تردنا: لماذا تخوفون الناس؟ هل الدين يعني جاء لتخويف الناس؟ طيب، لماذا لا تتحدثون عن نعيم القبر؟ لماذا لا تتحدثون عن النعيم يوم القيامة؟ عن وضع المؤمن وهو يموت؟ كيف تأتي الملائكة في أبهى صورة؟ أحبتي في الله، طبعا نحن نتحدث عن هذا وعن هذا، ولكن التعليقات تأتي على الفيديوهات التي تتحدث عن ما بعد الموت بالنسبة للظالمين. أحبتي في الله، أنت الآن، أنا سأقوم بضرب مثال بسيط فقط لنتخيل ما الذي أقصده. أنا لأتخيل الآن أن هناك زلزالا أو إعصارا سيضرب بعد قليل أو بعد يومين، وهناك بنفس الوقت شيء جيد، رزق سيأتي أيضا بعد أيام مثلا. طيب، الأولى أنا كإنسان منطقي أحب الخير للآخرين، أول شيء أحذره من الشر قبل الخير. يعني كان أحد الصحابة رضوان الله عليهم كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة الوقوع فيه، وكان الصحابة يسألونه عن الخير. لماذا أيها الأحبة؟ لأنه الخير موجود على أي حال، الخير موجود سيأتي إن شاء الله. لن يكون هناك عذاب قبر بالنسبة للمؤمن، سيرى الملائكة بأبهى الصورة، ولكن أنا عندما أفتح القرآن أرى أكثر من 1000 آية تحذرني من عذاب النار وعذاب القبر وعذاب ما بعد الموت ولحظة الموت، بل أكثر من 1000 آية. أنا لم أجري إحصائية، ولكن أنا واثق أن نصف القرآن تحذير. يعني إذا كان القرآن 6236 آية، أنا واثق نصف آيات القرآن أو أكثر تحذير من عذاب الله، من الأهوال. لماذا؟ لأن الله يريد لنا الخير، وأنت عندما تحب ابنك تحذره من الشر. يعني معقول أنت لديك ابن متهور ويسير بسرعة هائلة بالسيارة، فأنت تقول له بعد قليل ستشاهد مناظر جميلة، أم تحذره أن هناك شر قد يحيط به، قد يعمل حادث ويموت؟ فمحبتك لهذا الولد تجعل عينك على أن تقيه من الشر، وفي الدرجة الثانية تبشره بالخير. لذلك يعني كل الأنبياء نذير وبشير، وأحيانا العكس، بشير ونذير. فإذا أيها الأحبة، إنهم كانوا يدعوننا ماذا؟ رغبا ورهبا. الترغيب لا يكفي أيها الأحبة، أن نتصور أن الأمور جميلة جدا لا يكفي، يجب أن نحذر عذاب الله. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويحذركم الله نفسه، يعني الله يريد أن يكرهنا بالدين عندما يحذرنا. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ما معنى اتقوا؟ احذروا. يعني إذن أحبتي في الله، إذا كنت من الغافلين عن الله وكان وقتك كله منشغلا بالدنيا، يعني أعذرني، نتيجتك ستكون سيئة جدا، ولن يرحمك إلا الله إن شاء. ستكون بين يدي الله، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. فالتحذير ضروري جدا أيها الأحبة. ثم إن التحذير من العذاب مريح للنفس،
ربما تتفاجؤون، يريح الإنسان التقي المؤمن المخلص الصادق الذي لا يسرق. ما الذي يزعج اللص؟ يعني سؤال، ما هو الشيء الذي يزعج اللص؟ يزعجه العدل لأن يده ستقطع، يزعجه الصدق لأنه سيكذب يقول لك أنا لم أسرق، يزعجه عذاب القبر لأنه يعلم أنه لص، يزعجه لقاء الله لأنه يعلم ماذا قدم، يكره لقاء الله. لذلك مثل هذه التحذيرات مزعجة، مزعجة بالنسبة لمن هو غافل عن الله وغارق في هذه الدنيا، وغرتهم الحياة الدنيا كما قال تعالى، وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. أنا أحذرك لأنني أريد لك الخير، لأنني أحبك، وإلا أنا هذه التحذيرات قرأتها. لماذا أنا الحمد لله في حياة مطمئنة وسعادة غامرة لا يمكن أن أعبر عنها الحمد لله؟ لماذا؟ لأنني أعلم أنني سألقى إلها كريما، لن يعذبني إن شاء الله، سألقى إلها رحيما، إلها سيكرمني، هذا هو ظني بالله عز وجل. والله تعالى يقول في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي، كما تظن بالله الله كذلك، تظن أن الله وضع الدين ليقيد الناس ويعذبهم ويكرههم في حياتهم، معلش ظن ذلك ولكن تحمل النتائج، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. ولكن إذا كنت تظن أنك أمام إله رحيم، إله سيكرمك كرما عظيما، ثق تماما أخي الحبيب، ستجد هذا الظن بالله ستجده أمرا واقعا أمامك يوم لقاء الله عز وجل، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا لقاءه، وأن نكون ممن قال فيهم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.